مرحبا، اليوم راح نتعلم أو راح نتحدث عن طرق تلوين عجينة السيراميك. بالنسبة لعجينة السيراميك، يعني عندنا مواد كثيرة وأشياء كثيرة ممكن تستخدميها لتلوين عجينة السيراميك، لكن قبل ما نبدي بهذه المواد احنا نحتاج نعرف إنه عملية تلوين عجينة السيراميك ممكن تكون بعدة خطوات. أول خطوة أو أول طريقة ممكن نقول ممكن تلونين عجينة السيراميك أثناء عملية الطبخ، يعني أثناء تحضير المواد وخلط المواد ممكن تضيفين مع هذه المواد تضيفين اللون اللي أنت محتاجته وتطبخيها عادي مع العجينة. الحلو اللي بيها انه راح يكون لون العجينة بهذه الحالة اللون مركز، وايضا تستطيعين انه تتحكمين بدرجة التركيز مال هذا اللون، انه تضيفين كمية من الصبغ قليلة راح تكون فاتحة، تضيفين كمية اكثر راح تكون العجينة او اللون طاخ. فهذه اول طريقة انه اثناء الطبخ. الطريقة الثانية انه ممكن تستخدمين مختلف انواع الاصباغ اللي موجودة والمتوفرة، مثلا اول نوع او خلينا نقول ارخص نوع واللي ممكن يكون متوفر باكثر بكل عند كل الاشخاص انه هو الاصباغ المائية العادية، هاي الاصباغ اللي يستخدموها الاطفال، هذه ممكن استخدامها في تلوين عجينة السيراميك، أو هذا النوع من الأصباغ المائية هذا ممكن يستخدم في تلوين العجينة. هذه بالنسبة للأصباغ المائية، ممكن عندنا الأكريليك. الأكريليك بها أيضا أنواع، بمائية وأيضا بالزيتية، أصباغ الزيتية النوعين ممكن تستخدميهم وتلونين بهم عجينة السيراميك. هذا المائي بالماء ممكن تغسلين المواد اللي استخدمتيها أثناء التلوين، أما بالنسبة للزيتية فتحتاجين مادة للتنظيف. أنا أفضل المائية لأن تكون أسهل أثناء التنظيف. وأيضا عندنا هذا النوع من ألوان الأكريليك، أيضا هذا ممكن يتم استخدامه في التلوين. عندنا نوع آخر ممكن تستخدميه أثناء التلوين، وهي ألوان اللي تستخدم في تلوين الطعام، يعني اللي يشتغلون بالكيك يستخدموها هذه، فهذه ألوان الطعام أيضا ممكن استخدامها في التلوين. هذه كلها الألوان اللي استخدمتها او اللي عرضتها هذه تستخدميها بعد ما تكملين طبخ العجين، يعني بعد ما يكون بهذا الشكل بهذا اللون تاخذين القطعة اللي او الكمية اللي تحتاجيها اللي تريدين تلونيها وتلونيها باي واحد من هذه الالوان اللي ذكرتها، وبعد ما تكملين التلوين وتعجنيها مع اللون تحتفظين بها ببلاستيك، ما تتركيها تتعرض للهواء لأنه إذا تعرضت للهواء راح تجف عندك. فهذه أيضا قلنا طريقة، هذه الطريقة الثانية اللي هي بعد ما كملتي طبخ العجينة تلونين العجينة. عندنا الطريقة الثالثة، أو قبل ما نبدي بالطريقة الثالثة نسيت، بالنسبة أنا ما مجربتها بس راح أجربها اليوم أمامكم. هذه الأقلام الماركر أو أقلام التلوين اللي يستخدموها الأطفال، أو أعتقد ممكن نستعملها إنه ناخذ قطعة بلاستيك مثل هذه أو قطعة زجاج أو إناء أو صحن زجاجي، ناخذه خلينا ناخذ قطعة من العجين هسا عندي هذه قطعة من العجين، نفرض انه انا اريد الونها، فاخذ هذا الماركر او هذا قلم التلوين، خلينا
خلينا نشوف انه ممكن نلونها، بس هذه اكيد الالوان راح تكون فاتحة. يعني راح تستمرين بهذه، احنا ممكن نستخدم القلم بهذا الشكل، بس انا ما اريد اخربه اذا ايضا ممكن استخدام هذه اقلام التلوين العادية لتلوين العجين، لكن راح تكون الالوان فاتحة، بس احتمال اذا تستمرين بإضافة اللون بهذا الشكل ممكن تحصلين على لون مركز. يعني تلاحظون أيضا حصلنا على لون باستخدام يعني كل الأشياء الموجودة والمتوفرة بالبيت ممكن واحد يستخدمها لتلوين العجينة. عندنا بالنسبة للطريقة الثالثة، تشوفون هذا اللون، بالنسبة للطريقة الثالثة انه بعد ما تشكلين يعني مثلا نفرض انه انتي سويتي فد عمل معين، ممكن قبل ما ينشف ممكن ايضا تلوني باستخدام هذه نحتفظ بيها بهذا الشكل. فمثلا نقول سوينا فد عمل معين وهو بعده يعني قبل ما ينشف، ممكن تستخدمين الاي شادو ظلال العيون. يعني انا هنا أنا عندي مجموعة من ظلال العيون ما محتفظة بيها، فقط انه اذا احتاج احيانا احتاج الوان كريستالية فاستخدم ظلال العيون للتلوين. يعني عندي هنا أنا احتفظ باللي ما احتاجهم، هذه ممكن يا اما باستخدام بالاصبع تاخذين اللون. وخلينا نجرب هسه مثلا هذه، لنفرض انه هذا فد عمل معين باستخدام الاصبع بهذا الشكل. ايضا ممكن تلونين الحاجة هذه باستخدام ظلال العيون هذا الاي شادو. ممكن طريقة ثانية، انا عندي نوع من هذا اللي اسمه بارالاكس، هذه ايضا اصباغ بشكل باودر، هذه شغلها كلش حلو بتلوين العجين ايضا بنفس الطريقة، بمجرد انه بالاصبع وتتمرريه على العجين ياخذ اللون ويثبت. فهذه الالوان، هاي الطريقة انه اثناء ما العمل متشكل وكامل. وعندنا طريقة أخرى إنه العمل بعد ما يكون خلص انتهيتي من العمل وتركتي إلى أن ينشف، فمثلا خلينا نقول هذا عندي ناشف، أقدر هنا بهالحالة أقدر ألونه. فمثلا عندي هذه راح ألونها، خلينا نقول أستخدم لون أخضر، استخدم الونها باصباغ الاكريليك الزيتي الاصباغ المائيه بهذه الالوان مثلا اجي الونه.
هذي ألونها بهالشكل، واللي راح أسوي إنه راح أتركها إلى أن تنشف، ينشف هذا اللون. وشنو اللي راح أسوي؟ لونتها أني بعد ما تنشف راح أستخدم الجليتر. الجليتر موجود بكل الألوان، فهذا الجليتر شغلته كلش حلوة. بس اللي راح تحتاجي، راح تحتاجين الجليتر وراح تحتاجين الصمغ، جليتر وصمغ. بعد ما ينشف اللون راح اجي باستخدام الصمغ، كأنه دا الونها بالصمغ، واضيف اضيف عليها الجليتر. فش راح يصير؟ راح يصير الجليتر يثبت على هذا العمل. فهذا ايضا يعتبر نوع من انواع التلوين. هسه خلي بس تنشف واشوفكم الطريقة. هسه هنا عندنا نشفت، اللي راح نحتاجه فرشة ثانية نظيفة، ونحتاج الصمغ، وعندنا هذا الجليتر. فاللي راح اسوي انه كأنه راح الونها باستخدام الصمغ. راح اشوفون الطريقة. هاي هنا تمشين على المكان اللي انتي لونتيه. انا استخدمت اللون الاخضر لانه راح استخدم الجليتر لونه ايضا اخضر. فهسه هان هنا اني كأنه صبغتها بالصمغ. اللي راح اسوي، راح نحتاج ورقة، وراح ناخذ هذا الجليتر، راح تضيفين الجليتر فوق هذا الصمغ. هسه هنا بهذا الشكل، وبهالحالة راح تتركيها الى ان تجف نهائيا. تحاولين تغطين الاماكن، حتى اذا تطلع عندك اماكن ما بيها جليتر عادي تضيفين مرة ثانية صمغ بالمكان وتضيفي له جليتر. هسه هذه تترك بهذا الشكل. يعني هنا راح الجليتر راح يلتصق على الصمغ ويبقى بهذا الشكل. اذا هذه ايضا ممكن، وبهالحالة انتي تقدرين تسوين اكثر من لون. تنتظرين هسه هذا الاخضر ينشف، بس تسويها بطريقة مرتبة. ترجعين مثلا تلونين بغير لون، مثلا نصف هذا البيضة، تلونيها بغير لون وتضيفين غير لون جليتر، وتنتظري الى ان ينشف. واخر شيء تسوين، يعني ممكن تضيفين بها 3 ألوان. المهم، فهذه ايضا تعتبر نوع من انواع تلوين عجينة السيراميك، او الاعمال اللي نسويها من عجينة السيراميك. هاي راح انتظرها الى ان تنشف بهالشكل، وخليني انظف هذه المواد. اذا اليوم تعلمنا الطرق المختلفة لتلوين عجينة السيراميك. قلنا الطريقة الاولى انه ممكن نضيف اللون اثناء الطبخ، هذا طريقة. الطريقة الثانية انه بعد ما تكمل العجينة ممكن ناخذ قطع من العجينة البيضة ونبدي نلونها، وتلوينها راح يكون ممكن باستخدام الوان الاكريليك، المائية، الزيتية، الوان الطعام، ممكن باستخدام الوان اقلام التلوين اللي يستخدموها الاطفال. هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة انه بعد ما تشكلين العمل، واثناء ما هو يعني ننتظر انه يجف او ينشف، بعد رطب ممكن تستخدمين ظلال العيون، ممكن تستخدمين البارالاكس باستخدام الاصبع، وتمرري على المكان اللي تريدين تضيفي له لون او تضيفي له لمعة. او ممكن الطريقة الرابعة انه بعد ما يكمل العمل وبعد ما يكون جاف، ممكن باستخدام الصمغ والالوان العادية اللي ذكرناها واستخدام الجليتر، هذا ايضا يضيف جمالية للعمل. وممكن باستخدام النيل بولش، اصباغ الاظافر، فهذه ايضا ممكن تستخدميها بعد ما يكون العمل ناشف وجاف. فهذه هي طرق تلوين عجينة السيراميك. أرجو أنه تكون هذا الفيلم يكون نال إعجابكم، وتعلمتوا شيء جديد.
وإن شاء الله تجربون هذه الطرق، وانتظروني بأعمال أخرى وأفلام أخرى، وشكراً.